أعتقد منتدى الإعلام العربي قدم الشيء الكثير بالنسبة للمنطقة، سواء على مستوى الأفكار، بالنسبة على مستوى المشاريع. هذا التجمع بحد ذاته اللي يجمع كبار الإعلاميين على مستوى الوطن العربي ما حد قدر يسويه إلا دبي، فدبي دائما سباقة في مثل هالأشياء، وهذا واحد من المشاريع الكبيرة اللي استمرت الآن لعشرين سنة، وهذا شيء يحسب بالتأكيد لدولة الإمارات العربية المتحدة ويحسب لدبي. من هنا تنطلق الأفكار للمستقبل، من هنا يتم صنع الإعلام والأفكار الجديدة في الإعلام العربي.